اسبوع جديد وطلعت اسبوع جديده، طلعت الاسبوع ده قصر الكبابجي. الكبابجي فتحوا في مصر 2009، مطعم صغير في الطريق الزراعي، وقدروا بعدها يروحوا التجمع يعملوا فرع كبير جدا في التجمع هناك. والفرع اللي احنا فيه ده الافتتاح بتاع فرع زايد اكتوبر، مكان ضخم جدا، ومن ساعه ما فتحوا عاملين ضجه جامده جدا، وناس كتير قوي منكم قالوا لازم تلاقي قصر الكبابجي حاجه جامده جدا. جيت النهارده طلبت المنيو بتاعهم كله تقريبا، تمام شوف حلو عندهم نص نص ولا اي كلام، اشترفتك منهم ايه؟ واسعارات حتى كلها النهارده هدف ال 14% ضريبه و 12% لو كنت في الفرع او مصاريف التوصيل لو كنت في البيت. لو كنت طالعه سلك القمر، ولو مش مسبسكرايب لو سمحت تعمل سبسكرايب. يلا بينا. نبدا بالشوربه والمقبلات والسلطات. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، شوربه الكوارع. ده شكلها كده قطع كوارع مخليه، تحفه دوليه، شوربة تقيلة قوي قوي قوي. لا معلش على الخرشمة دي بقى. وقعت في الشارع، وقعة وحشة قوي، زرعة بصل. كوارع طرية جدا، والشوربة دسمة، وريحة وطعم الكوارع فيها تحفة، واضحة جدا وتقيلة جدا ودسمة جدا وحلوة جدا. فظيعة. نخش بقى على طبق محشي بشكل كبير، بص شكله عامل ازاي؟ بيبقى كوسة وكرنب وورق عنب وبتنجان وفلفل، حجمه كبير قوي. نبدا بورق العنب صباع صباع، لفت الورق كتير شويه. ماشي، كرنب بموت في الكرنب، حلو كرنب، فلفل حلو برضو، كوسه جامده برضو، تنجان بقى. حلو قوي برضو. خش بقى اعمل ملوخيه. الله ينور عليك. خش اعمل ملوخيه بقى، الحلوه سخنه. العيش تحفه، عيش طازه وسخن جدا، ريحه الطشه فظيعه، ودن القطه حلوه قوي قوي. سر حلاوتها الطشه اللي على الوش دي، طشه كتير قوي فيها، فمديها طعامه جميله وقوامها مظبوط، لا هي تقيله ولا ميه صيصه، فعجبتني قوي، حلوه قوي. الناس اللي هتسال عشان انا عارفكم، طب هي ولا البرنس؟ لا ما زال البرنس رقم واحد في الملوخيه، بس دي جامده قوي برضه.
خش على الجلاش. ده جلاش باللحمه المفرومه اللي بيبقى 4 قطع. دسم جدا. بصوا الدسمه فيه رهيبه. بس طبقات الجلاش دي كتير قوي، يعني لو قلت عن كده تبقى احلى. تحس قلب عيش من كتر ما هي كتير. في المجمل حلو مش وحش. خش على السمبوسك، بيبقوا 5 قطع وبينزل معاه بطاطس محمره. المختلف فيها نوع الجبنه. الجبنه عامله زي جبنه كرافت كده. مختلفه خالص، نوع الجبنه ده مخليها سمبوستك مختلفه تماما. دلعه مش حادقه، عجبتني قوي. بس محمره بقى، يا انت وحشتيني من زمان. نخش على الرز بالكبد، ده رز ابيض بالكبد. تم فلفل متقطع من فوق كمان، فلفل اخضر. ندوق الرز الاول. رز حلو، بس تحس ان هو رز هيلثي، ان هو رز جيم، ما فيهوش دهون، بالميه بس، ماسك نفسه كده، مش مسقسق كده في الدهون زي ما تعمل الشرقي، لا هو ماسك نفسه شويه. اللي هو بقى بالكبده. اسود ده. كبده تحفه، كان الرز ده بس يبقى فيه دسام اكتر من كده وكان بقى تحفه. خش على الممبار، ده شكله كده. المنبر مش عاجبني. الخلطه بتاعت الرز ده مش واو. مش بيقرمش قوي من بره، عادي خالص. نخش على الطاسات بقى. دي طاسه ربع مشكل. بتبقى عباره عن لحمه وكبده بقري وسجق وكلاوي وقلوب. يبقى رغيف عيش بالمرة عشان نجرب السلطات الحزينة اللي من أول الطلعة دي ما جيناش جنبها. كبدة جامدة أوي، هنا بقى فيها سجق كلاوي. جامد جدا جدا جدا. هما جايبين لنا اسم ملح سيكا، دي مش مشكلة، ممكن تزود براحتك يعني. حاجة مستوية حلوة قوي وكلها شاربة من الصوص، مفيش حاجة فيها ناشفة، بتعمل صوص حلو قوي ومظبوط كويس. جامدة قوي. أوريكم السلطات بقى بالمرة عشان نجربهم ورا بعض كده كلهم. دي طحينة وده بنجر وده مش تركي ودي سلطة راهب ودي مسقعة والوحش ده مشكل 3 في 1. بيبقى خيار مخلل وطماطم مخللة وبتنجان مخلل. اختفهم كده في السريع. ندوق الطحينة. حلوة قوي. بنجر مسكر زيكا كده مش احسن حاجه. سقعه العيش حلوه قوي. بس عربنا فلفل بس تبقى تحفه. سلطه راهب ما بغنوج يعني، بس البتنجان مش مهروس كله، شرايح كده مش تركي. حلوه قوي بس حادق قوي. بتنجان مخلل دولي، فلفل مخلل حلوه برده وتوت مخلل حلوه جدا. فلفل بقى نرجو عنه. كلهم جامدين جدا، اجمل 2 فيهم الطحينه والثلاثه في واحد ده تحفه، واحجامهم كبيره جدا مش في الجد بقى. نخش على طاسه ربع مخاصي، ده شكلها كده مخاصي، فلفل الوان، بصل. هم مش كاتبين في المنيو ان الربع المشكل بينزل فيه مخاصي، انا لو اعرف ما كنتش جبتها لوحدها. المخاصي مش لاي حد، مستوى حلو ونفاذه طبعا قويه. لو انا اخدها مع ربع مشكل ما تبقاش لوحدها، مع ربع مشكل حجمها اصغر ما يبقاش طعمها واضح قوي كده. معلش 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 معلش. ده سقطته من المقبلات سبرينج رولز، 5 صوابع سبرينج رولز برضو وبينزل معاه بطاطس طلبتها بالفراخ. خش على سبرينج رولز. حلو قوي، اجمل حاجه فيه انه مش مزيت خالص، مش شارب زيت نهائي، طعمه تحفه. خش على الطواجن بقى واللهوصه. نبدا بالمكرونه البولونيز، ده تبقى مكرونه باللحمه المفرومه، تبقى صوص احمر، مكرونه سباكيتي باللحمه المفرومه.
اقلب بقى المكرونه دي واشوفها في اي مينيو بضعف وبجيب ورق على طول وبطلبها من غير ما افكر بصراحه. بص انا في العادي ما بكلمش في الاسعار، يعني الاسعار متغيره من شخص للتاني، اللي بالنسبه لي غالي ممكن بالنسبه لك رخيص والعكس، بالنسبه لي رخيص لا انت شايفه غالي قوي، بتفرق كل واحد للتاني، فانا بعرض الحاجه بقول لكم الطعم اخباره ايه مش على حسب ذوق الشخص، على حسب مطبوخ ازاي، حلو ولا وحش، ولو في حاجه ذوق الشخص بقول لكم ده ذوق الشخص انا كذا، فدايما بتجنب الكلام عن الاسعار، بس هم احجامهم كبيره جدا، يعني الاحجام بتاعتها حاجه كبيره، انا ما افتكرش ان انا في مطعم شرقي شفت مكرونه بولونيز بالحجم ده مثلا، طبق كده، السلطه كتير مش لحستين، فلا احجامهم حلوه. زود شويه ملح بس عشان ما اظلمهاش اقول لكم على طول. حلوه متسبكه حلو وصيصه في بعض كده مش ماسكه نفسها طعمها كويس. طعمها حلو مش وحش حلو. نخش على طاجن مكرونه بشاميل ده شكله كده. اوبز. حلوه قوي قوي سخن مولع مكرونه مستويه حلو والبشاميل كتير مش لحستين وش متحمس ومحمر حلو جدا. هي بس ملحه سكه صغننه انا مش مضايقاني بس لو في حد ما بيحبش الاكل مالح ممكن يضايقه سنه موضوع ان هي ملحه سنه ده بس جامده قوي. نخش بقى على رز معمر بايه؟ برافو عليك بالحمام. ده شكل الطاجن كده شوكت ايه؟ شوكت ايه بتعمل فيها ابن ناس؟ هات معلقه يا حبيبي. بص الحمام طلع قد ايه؟ يا رب الكاميرا تجيبه. بضرب اول معلقه بس. لا مش حلو، ليه؟ الرز حلو ومستوي حلو وكميه الحمام حلوه. بس المعمر لازم يبقى فيه كريمه كتير، الرز كده ماسك نفسه بالكريمه، انه يعتبر مفيش كريمه خالص. رز مسلوق عادي ابيض واخد وش مع حمام، كريمه تكاد تكون فعلا مش موجوده. يعني ده لو رز بالحمام بس اقول لكم ماشي حلو، انما معمر لا هو مش معمر، هو خرج بره فكره المعمر. خدنا مكرونه بشاميل لحمه مفرومه نخش على النجريسكو بالفراخ مدلعكم. دي شكلها كده. واضح انها واخده وش موزاريلا من على الوش. انا بحاول افصل الحاجه على قد ما اقدر انما الترابيزه على بعض والنهارده افتتاح والدنيا فوق بعض. يا سيدي. دي عظمة بقى، دي في حتة تانية خالص، ده فيلم هندي. إيه ده؟ دي أحلى واحدة لغاية دلوقتي، أحلى واحدة في كل المكرونات دي. غرقانة كريمة ومليانة فراخ والموتزاريلا على الوش واضحة جدا وغنية ومقرمشة كده الوش ده مقرمش. فظيعة 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 غنية بطريقة مش ممكن. حلو أوي أوي. نخش على طاجن اللحم بالبصل والطماطم. بصوا يا جماعة الطاجن كبير إزاي؟ ده اللي بتكلم فيه بقى، بصوا حجمه عامل إزاي؟ في العادة التواجن بتبقى اصغر من كده شويه كبير، يعني فكرني مثلا بتواجن البرنس وبيبو والناس حبايبنا الشعبيين دول. المطاعم التانيه بتبقى دايما الاحجام بتاعتها اصغر شويه او شويتين من المطاعم الشعبي. غرقان الحق الاوردر ابوس رجلك. شكرا. بصل وطماطم لحمه فين؟ ايوه ايوه اطلعي لي كده. المحمود معطل في الالوان ده اداله تسكيره كده. انا مش شايف طماطم. لا ما فيهوش طماطم، هو فلفل الوان وبصل وفلفل اخضر. حلو بس مسكر حبتين ثلاثه، فلو المسكر مش بيضايقكم في الاكل هيعجبكم عادي. في كل الاحوال عادي مش واو. نخش على ايه بقى؟ عكاوي باللسان عصفور، جديده عليا دي. بصوا الطاجن باظ ازاي؟ بصوا العكوه باظه بره ازاي؟ بصوا الدسامه بتاعته عامله ازاي؟ رش موتزاريلا كمان. طب ناكلك ازاي؟ اوبا. بصوا بقى مشيت الجبنه لسان عصفور ظهر اهو. الكومبينيشن ده بيعمل ازاي؟ يعني لقاء العكاوي مع لسان عصفور هيبقى ايه وضعها؟ لسان عصفور لوحدها كده الاول سبكه واوبز. يا لهوي سبكه وتقيله قوي دسمه جدا. ورينا بقى كده. ده ملبس مش عكاوي. ده ملبس. امتزاجهم مع بعض رهيب بس دسم وتقيل جدا جدا جدا. خلي بالكم
نخش على الموزه بالفته. دي موزه دوني، موزه معاها رز اصفر بسمتي وفته. ندوق الفته الاول. ما عندهم مشكله بس في الرز، الرز جاف، تحسه رز دايت، رز رجيم. بسمتي احسن شويه. الموزه بقى زبده 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 والله زبده فظيعه. بس خلي بالكم ان ريحه الضاني وطعمها واضح. انا بحب لما اكل الضاني ميبقاش طعمه واضح، لان في ناس بتقفل من طعم الضاني وريحته، هو واضح فيها قوي. انما لو بتحبوا الضاني هي معموله ملبس زبده. ملبس. نخش على المشويات. ده ربع شيش طاووق، وده ربع نيفه، وده ربع ريش ضاني، وده ربع سجق ضاني، وده ربع كباب، وده ربع كبده مشويه، وده ربع فيليه مشوي، وده ربع طرب مشوي، وده ربع ستيك مشوي، وده ربع بيت الكلاوي، ده ربع كفتة. ده كده كله. يلا بينا. طبعا مجزرة. نبدأ بسم الله. نبدأ بإيه؟ بإيه؟ نبدأ بالسجق. حلو ومش ناشف بس ملح سنة. مش عشيش توك. سواه مش قوي يعني، ما استواش كويس، مش احسن حاجه. مش على الكباب، كباب صافي. المفروض طلبه ضاني عشان يبقى ده سمسيكه، هو لحمه حمرا بس تتبيلته عاديه برضو. نخش على الكبده. ناشفة قوي يعني، فرق السماء من الارض بينها وبين اللي جت في الطاسه دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. وحشه قوي. خش على الفيليه زي الكباب بس بالطول برضو، لحمه حمرا خالص ما فيهاش اي دسامه خالص، ما فيهاش اي دهون مثلا او حته ملبسه او بتاع، هي لحمه حمرا بس. ماشي. خش على الكفته. شكل صباع الكفته كده. تعبان قوي. مش حلو. فرمتها غريبة، الفرمة بتاعت الكفتة غريبة. في ألياف كده، مليفة غريبة. خش على بيت الكلاوي. ده شكلها كده. طعمها احسن بكتير بقى من الكباب اللي فيها سنه الدسامه اللي بقول لكم عليها دي. بصوا الدهنه دي، ده فرق في الطعم قوي، بيزود غنى كده للحمه. حلوه دي. حلوه بقى، حلوه تتبتها. حلوه. مش على ستيك المشوي، قطعه لحمه ستيك كده مشويه. تتبيلة اللحمة مش عجباني، هي مش ناشفة بس مش جوسي برضو يعني، جافة كده. خش على الطرب. مبدئيا حجمه عجيب يعني، يعني ايه كل دي طرباية؟ ايه ده؟ ده ورك فرخة. كبيرة قوي. منديل الدهني عظيم طبعا، انما برضو الكفتة هي نفسها غريبة كده، غريبة. حمدك على صحة حبيبي بس عيال. الحمد لله. مش عجباني الكفتة خالص. خش على الريش. ريش ضاني. الصغنونة دي.
اجمد حاجه لغايه دلوقتي، اجمد حاجه في الموضوع كله. حلو قوي، لحمه حلوه وملبسه، فيها سنه الدهون اللي تزود لك دسامه للحاجه، ده حلو، شويه حلو واضح فيها، جميله. خد الايه؟ الحمام المشوي. مرحومه جالها السل امتى؟ ده شكلها كده. يا ابني يا ابني بص رجلك بس. ابني بص راسه والله. الراجل نطب على وشه. حمام ناشف، كمل الشوي بقى نشفه ما اعرفش بس ناشف، اللحم ناشف قوي. نشوف المحشي طب ونقرر. نخش على النيفة. ده شكلها كده. واضح ان فيها دهون كمان. لحمة طرية ملبسة غير كل اللي جه، بس انا ما اعتبرش دي نيفة. تلخيص ان المشويات هما ما فيهمش غير ريش وعادية خالص، وبيت الكلاوي حلوة كمان، انا ما انصحش بولا حاجة فيهم. لقوني رجالي دلوقتي قال لي رأيك في الأكل؟ قلت له والله بص يعني للأمانة ومحبة والله المشويات كلها فيها مشاكل، المطبخ جامد وكل حاجة بس المشويات فيها مشاكل. قال لا طب ثانية واحدة أنا هجيب لي التليفون خلينا أكلم الشيف. قلت للشيف يا شيف والله المشكلة في التتبيلة والمشكلة في نوع اللحمة بتاعة الكفتة بالذات الدنيا مش مظبطة وبتاع، فطلب مني قال لي طب ممكن ما تنزلش الريفيو بتاع المشويات ده؟ قلت له مش هينفع، بس أنا برضه هقول اللي هو اللي عليا إن ده النهاردة ضغط وإن الدنيا مش مظبطة، وكون إن أنتوا ودنكوا شغالة مع الزبون ده دي حاجة كويسة جدا ومحترمة جدا وحاجة ما تخوفش الزبون، بالعكس ما دام بتسمعوا للزبون وبتسمعوا شكوته إيه وبتظبطوها فدي حاجة ما تقلقش. بس كده كمل الطلعة. خش على الحواوشي. ده طلب حواوشي، أنا المفروض طالب واحد بس، بس هو نزله اتنين فبسأله هو إيه ده؟ قال لي لا هو عندنا كده الواحد بينزل معاه واحد. جرب الحواوشي مولع. هو سخن مولع بقى احسننا برضو، والعيش الخارجي محتاج يحمص عن كده يقرمش خش يبقى احلى كتير مالح. نخش على وجبه كبسه باللحمه. دي وجبه كبسه باللحمه الضاني. رز وزبيب ومكسرات ولحمه ضاني وسلطه الدقوس. خش على الكبسه. الرز حلو قوي ومتبهر تبهيره مختلفه خالص عن كل الرز اللي جه. رز بسمتي ابيض، زبيب بقى ومكسرات وبهارات، نازلين معاه لحمه موزه. شد بقى الموزه دي شوكه طيب عشان ايه ما تلسوعش. كسره الدقوس حلوه قوي الدقوس دي. طماطم مخلله عجباني قوي الوجبه دي. دماغ جامده جدا. موزه ضاني مسلوقه مع رز بسمتي ابيض بالمكسرات والزبيب كسره الدقوس دي. حلو في الدقوس دي كمان انها حلو في الدقوس دي كمان ان هي حادقه كده ومغطيها على طعم الضاني وريحته حلوه قوي. وصيني وحجمها كبير جدا يعني. ادي وحده موزه ودي حته لحمه كبيره ودي حته لحمه كبيره كمان ودي حته ثانيه. دماغ اكل بدوي، ده الركن البدوي عندهم في المنيو. حلو قوي. نخش على مكرونه مبكبكه باللحمه الضاني. دي وجبه مكرونه مبكبكه باللحمه. المكرونه الصغيره مش عجباني لسببين. المكرونه ناقص السوا، المفروض ما تبقاش ناقص السوا قوي كده في المكبكه، بتبقى طالعه مهريه. هي معموله كانها مكرونه ايطالي اللي هي بتعد سنه كده، فده ما بتبقاش كده من المكبكه. وناقص صلصه بيضه شويه، المفروض تبقى غرقانه، تبقى غرقانه صلصه حمراء كلها، فعشان كده مش عجباني، مش مظبوطه قوي يعني. خش على الارنب ده بقى. خش على ورقه اللحمه. يا ريت عشان انا يعني محتاس حسن ال... طب اتفضل. هي ليها طريقه صح؟ معلش اعذر جهلي معلش. لا انا عمال الف كاني برول فطيره. ايش تقول يا عم؟ اوبا اوبا ده كلام كبير قوي يا باش مهندس. تسلم يا باشا، تسلم ايدك حبيبي، تعبتك يا جميل. خش على ورقه اللحمه. دي ورقه لحمه مع بطاطس اهو وبصل وطماطم فلفل الوان. خش على ورقه اللحمه.
وحشه قوي قوي قوي. وحشه 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 لحد بعد بكره. وحشه قوي سوا وتتبيله وطعم 23 جدا. واحد ملوش في الشرقي ما بياكلش شرقي، اسيبه ولا ما اسيبه؟ خش على وجبات الانترناشونال، بيعملوا وجبات انترناشونال برضو. اول حاجه بيكاتا بالمشروم، دي بيكاتا بالمشروم بينزل معاها سايد مكرونه وايت صوص. خش على البيكاتا، بتبقى شرايح فيليه وعليها صوص مشروم ومشروم فريش، صوص ديميجلاس حلوه قوي، لحمه جوسي ومستويه حلو وصوص جميل. بس برضو نفس الحاجه ان هو حادق سنه صغيره. مكرونه وايت صوص نقلبها كده عشان الصوص يوصل لها كلها. الصوص الابيض ده خفيف شويه محتاج يتقل عن كده، سايز كده شويه شغاله. سايد البطاطس ده بينزل سايد تاني مع البيكاتا، بس انا كنت مسقطه. خش على الاسكالوب بانيه باربع قطع اسكالوب، بينزل معاه فرايز والسايد بتاعها بيبقى مكرونه واللحمه المفرومه. كتتبيل عادي برضو مش واو. احنا جبنا رز كبسه باللحمه الضاني، وعندهم حاجه تانية اسمها رز مندي باللحمه الضاني. جبت الرز كبسه باللحمه وجربنا مع اللحمه، وجبت رز ساده مندي من غير لحمه عشان نشوف ايه الفرق بين رز المندي ورز الكبسه. فده رز مندي ساده، رز ابيض كده بسمتي ساده خالص، رز مندي. انا مش شايف اي فرق بينه وبين الرز كبسه غير ان التاني كان فيه زبيب مكسرات بس. ولازم نشوف ياخد باله من موضوع الملح ده، الملح زايد جدا في معظم الاكل، ملح قوي برضو. اخر حاجه في الحادق بقى رغيف كبده اسكندراني، ده شكله كده حاطين معاه فلفل، مقطعين معاه فلفل ساده من غير طحينه ولا اي حاجه. حاطين الرغيف جوه رغيف، طلع كده الرغيف ده من الرغيف ده نرول له كده. طبعا مليان يعني شريحة كبده كبيره قوي، يعني ده مش اسكندراني خالص، اسكندراني بيقطعها صغير خالص كده. فانا في كل الاحوال لو اخد كبده ناخدها في الطاسه. ولا انا كسبرت لحد هذه اللحظه ولا نكافئك. خش على الحلوه بقى، ده مهلبيه، ده طاجن ام علي، وده طاجن رز ولبن بالمكسرات، زبيب، بندق، فستق، حلوه قوي قوي. المهلبيه طازه وماسكه نفسها، المكسرات معاها لذة قوي قوي قوي، جميله. خش على ام علي، حلوه غنيه قوي 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 برضو قوي. ورقانة لبن وطبقاتها جميله حلوه قوي. ما انت كده رز باللبن بقى، ما فيش غيرك. دولي دولي رز بلبن واخد وش من فوق تحفه، حلوه حلاوه مش منطقيه، حلوه قوي. ده من حلاوته تاكله بالطاجن. ثلاثه حلوين جدا، ننصح بيهم الثلاثه حسب نفسكم رايح ليه اكتر، انما الثلاثه تحفه. خلاويص خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. شيك طويل شويه معلش. اجمد حاجات في السلطات الطحينه والثلاثه في واحد، دوليين. المقبلات كلها كانت حلوه حسب انتوا دماغكم رايحه لفين اكتر. خلينا في التقيل هو ده المهم. طواجن بقى، كمكرونات النجرسكو رقم واحد ودوليه، ويمكن احسن مره اكلتها في مصر كلها. العكاوي بلسان العصفور ده تقيل تقل غير طبيعي ومعمول بمعلمه حلوه جدا جدا جدا. المشويات كلها زي ما قلت لكم يعني مش هنعيده تاني. بس برضه في موضوع المشويات ده، الناس النهارده افتتاح وعاملين 50% خصم، فالدنيا يعني زحمه مش منطقيه، توابير توابير. يعني جيت مثلا كنت رقم 29 في الصفحه رقم 12، ورقه فروسكاب كده بتتملي كلها الورقه رقم 12، وعلى ما جيت دوري كانوا مشغلين في ورقه 18. فيعني ضغط، مش لازم يكون هم طول الوقت في مشكله في المشويات، ممكن جدا يكون النهارده ضغط او الدنيا مش مظبوطه. بس في كل الاحوال انا نقلت الموضوع زي ما هو بالظبط. الحلويات كلها تحفه، الثلاثه اجمد من بعض حسب انتوا بتحبوا ايه اكتر من ايه. بس كده هي اللي طلعت الاسبوع ده. لو عجبكم طلعه اشتروا لك القمر، لو عايز سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس كل حاجه بنزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله، في اسبوع جديد طلعه جديده. اشوفكم على خير.